بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن على بركة الله افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الدول العربية 32. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، معالي رئيس الدورة المجلس الجامع الموقر، أصحاب السمو معالي وزراء الخارجية، معالي الأمين العام الجامع الدول العربية، حضور كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في مستهل هذا الاجتماع أن أرحب بكم في بلدكم الثاني من المملكة العربية السعودية، راجيا من المولى جل وعلا أن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح، كما أتقدم بالشكر والتقدير للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة، وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بمشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعنا اليوم. أصحاب السمو المعالي، يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه. إن منطقتنا العربية تسخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تجعلنا أمام تحدي مع أنفسنا، يفرض علينا جميعا التنسيق المستمر وتسخير كافة الأدوات الممكنة وتفعيل وابتكار آلات عمل جديدة، نابذين خلافيتنا البينية، رافضين التدخلات الخارجية، واضعين نصب أعيننا مصالح دولنا وشعوبنا من أجل تحقيق نهضة شامنة طالما تطلعت إليها شعوبنا. في الختام، تجدد المملكة تطلعها للعمل معكم جميعا لتعزيز استقرار وأمن دولنا وحشد الجهود والإمكانات المضنية قدما في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم بها أجيالنا القادمة، وندعو عليه القدير بأن تحقق قمة جدة التطلعات المرجوة منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.